طب ورحمة أمي لو ما غمضت عينك ما أنا فاتحة لك، وهيسيبك بقى يا تبات على السلم يا تنزل تحت تبات في حضن أم وليد. أهو ايه رأيك؟ قلبتها لك توك توك. حقك عليا ان انا ما عدتش عليك النهارده وسبتك تتشحطط في مواصلات، بس كنت بجهز لك المفاجأة دي. كل عيد جوز وانت طيب. انت طيبة يا نعمة. بس جبت لك ايه؟ ايه؟ تليفون؟ قلت اجيب لك بقى عده نظيفه بدل العده المكسوره بتاعتك اللي كل ما اكلمك اسمع صوت زقزقه. شكرا قوي يا نعمه. على فكره انا مكسوف منك انك انت عامله لي كل ده وانا حتى ما جبتلكيش هديه. بس والله المحل بقى له اسبوع ما دخله مليم، ده انا حتى النهارده طول اليوم قاعد بنش. ولا يهمك. ربنا يرزق ويكرم. حلو قوي. ايه سرحانة في ايه؟ كان عيد جواز حلو ولا نص نص؟ كان حلو قوي. كفي كده يا ايه؟ جاب لي حاجات كتير قوي، بس اكتر حاجة عجبتني انه لما روحت البيت لقيته مالي البيت كله ورد، ورد بلدي احمر. شميت ريحته وانا طالعة من على السلم. وجاب لك ايه تاني؟ احكي لك يا مريم، بس هروح الحق جلسه بس دي. على فكره شكله ما جابلهاش حاجه، ونعمه بتكذب مع انها بعتت علاء يشتري منه منبهات عشان يبقى معاه فلوس ويجيب لها هديه. ده صلاح ده معفن قوي. نعمه تستاهل احسن من كده بكتير. نعمة بنت حلال تستاهل حد غير صلاح، حد يحبها بجد يشيلها جوه عينيه. يا أستاذة نعمة، يا أستاذة احنا هنعمل ايه في المنبهات المرمية جوه ديت؟ ارميهم في اي داهيه يا علاء. اللي تشوفيه يا استاذه.